التي استهدفت وسط مدينة إدلب كما نشاهد أغلبها محلات تجارية، أبنية سكنية، حارة سكنية، تجمع بشري هنا في هذه الساحة، أكثر من 10 شهداء حتى هذه اللحظة وأكثر من 40-50 جريح. طبعا كما نشاهد هنا صعوبة في انتشال المدنيين الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. فرق الدفاع المدني وكلهم أتوا إلى هذه المنطقة. كما نشاهد أغلب الدفاع المدني يواجه صعوبة في انتشال المدنيين الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. أبنية كاملة تدمرت، سيارات أحرقت، غارة كانت من الطيران الحربي الروسي على وسط مدينة إدلب. كما نشاهد دمار هائل في هذه المنطقة. سوق شعبي بأكمله تم قصفه من قبل العدوان الروسي على مدينة إدلب. صعوبة أينما اتجهنا نشاهد دفاع مدني، نشاهد إنقاذ يحاولون إخراج المدنيين الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. شهداء بأكثر من 10 جرحى، أكثر من 40 جريح حتى اللحظة. أغلب المشافي لم تكن تتسع إلى أعداد الجرحى. نشاهد وما زال الحرب يحلق في أجواء مدينة إدلب. صعوبة كاملة هنا في هذه المنطقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. عند بس ممكن نعيد شوي. حوالي الساعة 12 الطيران الروسي استهدف منطقة مكتظة بالسكان، هي سوق شعبي في مدينة إدلب. منطقة عبارة عن منازل سكنية وسوق شعبي كان مكتظ بالسكان. طبعا هو بهالوقت بيكون في ازدحام شديد كونه نحن على مشارف العيد، العيد بعد بكرة. طبعا مثل ما نحن شايفين القصف كان فيه عشرات الضحايا لحد الآن، ما معروف أعداد القتلى إلى الآن.
في عشرات المصابين وضع خطير. فرق الدفاع المدني من كل محافظة والريف توجهوا للمدينة، بالإضافة إلى معاونة من الأهالي، كون حجم العمل كبير جدا. إلى الآن في ضحايا تحت الأنقاض، في منهم على ما زالوا تحت على قيد الحياة، ومنهم فارقوا الحياة. الفرق الدفاع المدني الآن تعمل على إخراج من هم على قيد الحياة. منذ ساعتين إلى الآن مستمر العمل، وربما لا يستغرق إلى ساعات. طبعا خلف القصف حرائق في أكثر من الأبنية التي لم تتهدم، كما هو واضح جميع الأبنية سويت في الأرض، أبنية من 5 طوابق سويت في الأرض، الأبنية المجاورة احترقت في الكامل، أعداد كبيرة غير معروفة بالنسبة للمصابين والشهداء. نحن مكان هذه الغارة التي استهدفت وسط مدينة إدلب، كما نشاهد أغلبها محلات تجارية، أبنية سكنية، حارة سكنية، تجمع بشر هنا في هذه الساحة، أكثر من 10 شهداء حتى هذه اللحظة، وأكثر من 40-50 جريح. طبعا كما نشاهد هنا صعوبة في انتشال المدنيين الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. فرق الدفاع المدني وكلهم أتوا إلى هذه المنطقة، كما نشاهد أغلب الدفاع المدني يواجه صعوبة في انتشال المدنيين الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.